أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة على الهوى. إن شاء الله النهاردة معدنا مع مراجعة ليلة الامتحان في الإحصاء. اسمحوا لي في البداية أرحب وكالمعتاد بأستاذنا الفاضل الجليل أستاذ شعبان عبد الرازق عمر. أهلا بك أستاذ أهلا شعبان، أستاذ محمد. مع صح نهاية العام الدراسي 2015 مع مراجعة ليلة امتحان الإحصاء. طبعا احنا في المعتاد الإحصاء مش من المواد اللي بتسبب قلق في امتحان الثانوية العامة للطالب، لأنه السنة دي الإحصاء ما درجاتها تضافش على لا المجموع. تضاف للمجموع، لكن أنا لازم أنجح في الإحصاء بأقل مجهود ممكن. طبعا شفت فاحنا جدول الامتحان بقدر السنة دي الإمكان مزنوق، يعني هنحاول نجمع أفكار بحيث ما تاخدش مني وقت في ليلة الامتحان وأقدر أكون ضامن بإذن الله إني أعدي في الامتحان. إن شاء الله إن شاء مظبوط؟ الله إن طيب شاء الله. شكل الامتحان إيه السنة دي يا شعبان؟ هيبقى عندنا السؤال الأول إجباري في فقرتين، الفقرة الأولى ألف يبقى اختيارات أو أكمل، عبارة عن 5 فقرات كل فقرة بدرجة. يعني السؤال الأول ده سؤال إجباري فيه ألف وب، ألف وب ألف 5 فقرات سؤال موضوعي موضوع أكمل مثلا أو أكمل أو اختيار من اختار متعدد. تمام حوالي 5 فقرات كل فقرة بدرجة هما 5 فقرات كل واحدة درجة، بدرجة تحتيها مسألة ب4 درجات، ب4 درجات ده ال9 درجات الإجباري. ده الإجباري. بعد كده 3 أسئلة يختار 2، كل سؤال ألف وب يبقوا 8 درجات لكل سؤال. يبقى 8 و8 16 و9 و9 25. 25. تمام. طب واحنا شغالين بنحل الامتحان اللي احنا محضرينه، برضه هنفتكر هنحاول بقى القوانين القوانين المستخدمة اللي لحل المسائل. إن شاء الله. النموذج الأول هيبدأ يظهر معانا أهو. السؤال الأول زي ما اتفقنا سؤال موضوعي، فقرته الأولى فقرة أكمل بتقول إذا كان معامل انحدار س على ص هو ناقص 25% ومعامل انحدار ص على س هو ناقص 81%، فإن معامل الارتباط الخطي بين س وص يساوي إيه؟ احنا لو جينا بصنا جبنا العلاقة بين معامل الارتباط ومعاملي الانحدار. أيوة. ايه العلاقة اصلا؟ انا عندي ر تربيع اهو، ر تربيع بيساوي الف في ج، يبقى بالتالي ر بتساوي زائد او ناقص جذر الف في ج، حيث الف ده معامل انحدار ص على س، الف ده معامل انحدار ص على س، و معامل انحدار س على ص، ر معامل الارتباط الخطي بين المتغيرين. تمام. طب امتى نعمل موجب وامتى نعمل سالب؟ لازم في قاعده كده ان اشارات الف وجيم وره متحده ليهم نفس الاشاره. يعني الف موجبه يبقى جيم موجبه وره موجبه يبقى ره موجبه. لو الف سالبه وجيم سالبه وره يبقى لازم ره تطلع بالايه؟ بالسالب. في الحاله دي نقول له ره بتساوي لو كانت سالبه سالب جذر الف في جيم. تمام. انما ر بتساوي جذر ا في ج لو الاثنين موجبين. يعني انا كطالب مش هكتب موجب او سالب، انا هختار اما موجب واما سالب حسب الاثنين التانيين، هما الثلاثه بنفس الاشاره. برضو لا، في ساعات برضو ا ور و ا و ج دول 3 حاجات، ساعات يديني ر و ا ويطلب ج. يبقى مثلا لو عاوز ج اقول له ر تربيع على ا. تمام. عاوز ا يبقى ليه تربيع على جيم. ده العلاقة بين معاملي الانحدار ومعامل الارتباط الخطي. نرجع للمسألة بتاعتنا، هو مدينا معامل انحدار س على ص. معامل انحدار س، يبقى يعني معنى كده ان جيم ناقص 25 ناقص 25%، وكمان معامل انحدار س على ص يبقى الف ناقص 81 81%. احنا قلنا بقى الف وجيم بالسالب يبقى اكيد الره، يبقى معنى كده ان ر بتساوي سالب جذر الف في جيم. تمام. يبقى ر بتساوي سالب جذر سالب 25% في سالب 81%. تمام. تمام كده. هيطلع ناقص 45%. هيبقى ر بتساوي سالب 45%. تمام. دي الفقرة الايه؟ الاولانية. جميل. نيجي بعد الفقرة كده الثانية في السؤال الموضوعي، السؤال الأكمل على المتغير العشوائي المتقطع، بتقول إذا كان س متغيرا عشوائيا مداه 2 و3 المجموعة 2 و3 وكانت دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير س هي دال س التي تساوي أ س، فإن أ تساوي كام؟ طب كويس. أنا عندي دالة التوزيع الاحتمالي اللي هو دال س بتساوي أهو مداه 2 و3 ألف س. مدى الدالة عشان ده متغير عشوائي متقطع. أيوة. هجيب دال 2
يبقى ألف في اتنين يبقى اتنين ألف. تمام. وأجيب دال تلاتة يبقى ألف في تلاتة يبقى تلاتة ألف. ده توزيع احتمالي. المفروض دال اتنين زائد دال تلاتة بيساوي واحد، يبقى اتنين ألف زائد تلاتة زائد تلاتة ألف بيساوي واحد، يبقى خمسة ألف بتساوي واحد. إذن ألف بتساوي واحد على خمسة، هو عايز يجيب قيمة ألف. طبعا دالة التلاتة زائد دالة الاتنين تساوي واحد على اعتبار انه مجموع الاحتمالات بيساوي واحد. هي قاعدة كده ان مجموع الاحتمالات في التوزيع الاحتمالي لازم يطلع بواحد. تمام. تمام كده؟ ننتقل منها للفقرة التالتة. على الباب الاول الاحتمالات بتقول اذا كان ألف وب حدثين متنافيين من فضاء العينة لتجربة عشوائية ما، فإن احتمال ألف تقاطع به تساوي نقط. انا عندي طالما ألف وب حدثين متنافيين يعني عاملين كده، ادي ألف وادي ب، مفيش بينهم عناصر مشتركة، يبقى معنى كده ان ألف تقاطع ب بيساوي فاي. مفيش عناصر مشتركة، يبقى احتمال ألف تقاطع ب يساوي احتمال فاي، يعني صفر، وفاي واحتمال فاي بكام؟ بصفر. يبقى الاحتمال بصفر. تمام. هنا الاحتمال مش بفاي، هنا الاحتمال هو احتمال الفاي، يعني احتمال الفاي. تمام. ما لام فاي بصفر. تمام كده. فقرة الرابعة على المتغير العشوائي الطبيعي بتقول متغير عشوائي طبيعي س متوسطه 25 وانحرافه المعياري 3، فإن القيمة المعيارية التي تناظر القيمة س تساوي 40 هي نقط. دلوقتي أنا عندي المتغير الطبيعي ده يعبر عن أطوال، عن مساحات، عن أوزان طلبة، عن درجات حرارة. تمام. كل متغير عشوائي طبيعي له قيمة طبيعية وقيمة أخرى معيارية، وقيمة معيارية. كل متغير كده له قيمة حقيقية وقيمة معيارية، وقيمة معيارية. في علاقة بين المتغير الطبيعي المعياري والمتغير الطبيعي الغير معياري. تمام. ايه العلاقة دي؟ بتقول ايه؟ ان صاد ده بيعبر عن المتغير الطبيعي المعياري. تمام. بتساوي سين ناقص المتوسط ميو على سيجما. دي العلاقة بين المتغير الطبيعي المعياري والغير معياري. يعني ده هو القانون اللي بنظبط بيه المتغير الطبيعي اللي مش معياري نحوله إلى معياري. أو لو عندك معيار نطرحه ناقص وسطه الحسابي ونقسمه على انحرافه المعياري. يتظبط كده. عشان كده أنا بسمي القانون ده من زمان قانون التظبيط السحري. تمام. اللي هو يحول من القيمة الغير معيارية مش مظبوطة المظبوطة. القيمة المعيارية. طب نعمل إيه بقى؟ في حاجة هنا برضه أستاذ محمد. دول أربع حاجات. صاد وسين وميو وسيجما. لو عرفت ثلاثة اقدر اجيب الرابع. هيديني ثلاثة. فهو هنا عاوز يطبق الكلام ده. تمام. فجي قال لك ايه؟ متغير عشوائي. الميو متوسطه ميو 25. 25. السيجما. السيجما بثلاثة. بثلاثة. وهنا ساعات بيعمل خدعة صغيرة كده، بدل ما يقول لك الانحراف المعياري بيساوي كذا يقول لك التباين. هيقابلنا. أنا هخلي بالي بقى. يعني لو قال لك تباينه 9. يبقى آخد أنا الانحراف. يبقى الانحراف المعياري 3. تمام. قال لك اوجد القيمة المعيارية التي تناظر سين بتلاتين، يبقى التلاتين دي قيمة الاربعين دي عايزة تتظبط، يبقى عاوز اجيب القيمة المعيارية، عاوز اجيب صاد، اخد القيمة دي اعمل بيها ايه بقى؟ اعوض في العلاقة، اطرحها واقسمها. ادي صاد هتساوي اربعين ناقص خمسة وعشرين على كام؟ تلاتة. يطلع خمستاشر على تلاتة يطلع بكام؟ بخمسة. تمام. يعني ظبطنا الرقم اللي هو كان 40 ده مش معياري، خليناه معياري، طرحناه ناقص الوسط الحسابي بتاعه وقسمناه على الانحراف المعياري. يعني مثلا يعني يقصد ايه؟ لو القيمه المعياريه 5 يبقى الغير معياريه المناظره لا 40. تمام. ده ممكن العب في المساله دي، اروح مديله القيمه المعياريه واطلب كان قيمتها كام قبل ما تتظبط. قبل ما تتظبط. تمام كده. فاضل الفقرة الخامسة والأخيرة في السؤال الموضوعي، الفقرة ألف من السؤال الأول الإجباري، اللي بنقول فيها إذا كان ميل خط انحدار صاد على سين موجب، فإن ميل خط انحدار سين على صاد يكون نقط. هو كمان ما احنا لسه موضحينها في الأول خالص. تمام. ألف ده إيه؟ يعتبر معامل انحدار صاد على سين، اللي هو يعتبر بين انحدار صاد على سين. تمام. وجيم بين انحدار سين على صاد. تمام. احنا قلنا لازم كل إشارة مالها نفس الإشارة، فهنا ميل خط انحدار صاد على سين يعني موجب. كأنه بيقولك إذا كان معامل انحدار صاد على سين موجب، فإن معامل انحدار سين على صاد لابد يعني موجب. معامل. تمام. يبقى لابد أن يكون موجب. يبقى موجب. بس ده السؤال الأول اللي هو
الجزء الاول من السؤال الاول. الاول اللي هو فاضل بقى المساله المساله اللي عليها 4 درجات اللي هي على الباب الاول، باب الاحتمالات، وهتبان معانا. وبتقول اذا كان الف وب حدثين من فضاء العينه لتجربه عشوائيه ما، وكان احتمال وقوع الحدث الف ب5 من 10 ولام ب ب6 من 10 ولام الف تقاطع به شرطه بيساوي 3 من 10، فاوجد 3 حاجات. اولا احتمال وقوع احد الحدثين على الاقل، ثم احتمال وقوع احد الحدثين على الاكثر، واخيرا احتمال وقوع احد الحدثين فقط. ممكن نضيف حته صغيره يا شباب، وقوع احد الحدثين فقط او احدهما دون الاخر، نفس المعنى. نفس المعنى، موضح الكلام ده. تمام. طيب مثل هذه المسائل يا استاذ محمد لازم اعرف 3 حاجات، لام الف ولام ب ولام التقاطع. بس انا عايز استاذنك في عجاله كده نفتكر الاول قوانين الاحتمال بما ان احنا بنراجع يعني. ماشي. انا عندي احتمال الف فرق ب، ايوه، اللي هو يعتبر ايه بالالفاظ؟ الف فقط. احتمال وقوع الف فقط. او ايه كمان؟ احتمال وقوع الف وعدم وقوع ب. احتمال وقوع الف فقط يديك احتمال الف فرق الف تقاطع ب. هي جت منين اصلا؟ ادي فضاء العينه، ادي الف وادي ب، الف فقط اللي هو الجزء اللي بره ده. ايوه. فما اقول لم الف يبقى لم الف كله. احنا مش عاوزين لم الف كله ده، عاوزين الحته المظلله بس من غير به يعني. يبقى لازم اشيل التقاطع بنفس الطريقه، ان هي دي يعتبر لم الف تقاطع به شرطه. ايوه، اللي هو احتمال وقوع الف وعدم وقوع ب، يبقى لم الف فرق ب. تمام. ويبقى نفس الكلام، لام الاول ناقص لام التقاطع. اي فرق يا استاذ محمد؟ أيوة. يديك لام الاول ناقص لام التقاطع. تمام. لام الاول ناقص لام التقاطع. ايوه. تمام كده؟ ناخد بقى لام الف اتحاد ب؟ عندنا لام الف اتحاد ب. لما نيجي نرسم لام الف اتحاد ب، ادي الف وادي ب. يبقى لام الف اتحاد ب ده كله. ايوه، اللي هو يديك لام الاول زائد لام الثاني زائد احتمال التاني ناقص ناقص احتمال الف تقاطع ب. جميل. ليه بقى السبب؟ له سبب، ان لام الف فيها الجزء بتاع التقاطع ولام ب فيها الجزء، يبقى لازم اشيل واحد ناخد منهم واحد ونسيب التاني. اللي هو ده بقى بالكلام ايه؟ احتمال ألف وقوع الف او ب، او احتمال وقوع احد الحدثين على الاقل. على الأقل. تمام. تمام كده؟ الف او ب او احدهما على الاقل. لام المكمل ايوه الف شرطه يساوي واحد ناقص لام الف. تمام. اي حاجة عليها شرطة واحد ناقص الحدث، حتى لو ما كانتش الحاجة دي الف او ب، حتى لو كانت مثلا الف اتحاد ب، الف اتحاد ب الكل شرط، كل شرط. ايوه، يديك واحد ناقص الف اتحاد ب. بينما قانون دي مورجان اللي هو بقى يديك ايه؟ شرطتين بقى. الف لام الف شرطة شرطة تقاطع ب، تقاطع ب شرط. ايوه، اللي هو لام الف اتحاد ب الكل كل شرط. اللي هو يبقى واحد ناقص لام، ما احنا اتفقنا. أيوة. اي حاجه عليها شرطه واحد ناقص الحدث. والوضع اللي احنا شايفينه ده ممكن يتعكس، يبقى الف شرطه اتحاد ب شرط. الف شرطه. أيوة. لام الف شرطه اتحاد ب شرط. ب شرط. اللي هو لام الف تقاطع به الكل شرط. يبقى لام الف تقاطع به لكل شرط. يعني من الاخر الشرطتين بيطلعوا بره، والاتحاد يبقى تقاطع، والتقاطع يبقى اتحاد. ان اسمها كده تقاطع المكملات. يديك مكمله الاتحاد. تمام. ويبقى بالتالي هنا يبقى واحد ناقص لام الف تقاطع به. كلام جميل. برضه في حاجه تانية. اتفضل. لو جه الف قال لك الف محتواه في ب. ايوه. جزئين مجموعه جزئيه من ب. يعني الف جوه ب. يفهم من كده مباشرة ان تقاطعهم هو الف واتحادهم هو ب. ان الف تقاطع ب يساوي الف، والف اتحاد ب يساوي ب. ويساوي. وزي ما حضرتك تفضلت كده واضحة في شكل فين على الشمال ده، الف جوه ب، يبقى التقاطع بتاعهم الف والاتحاد بتاعهم ب. طب التعبيرات اللفظية بقى بسرعة بل. ما هو هنا بقى ايه؟ ما الاولانية دي احتمال وقوع احدهم على الاقل. احتمال عدم وقوع الف وعدم وقوع ب. ما تيجي كده التعبيرات اللفظيه اللي يديها ورقه لوحدها. اتفضل. احتمال وقوع احدهم على الاقل، احدهم على الاكثر، احدهما فقط. الف اتحاد ب ده لم الف ده احتمال
وقوح احدهما على الاقل الف او ب تمام او كليهما تمام او حاجه تانيه احتمال وقوح احد الحدثين على الاقل تمام لما يقول لك احتمال وقوح احدهما على الاكثر لام الف تقاطع به كل شرط ايوه ده احتمال وقوح احد الحدثين على الاكثر يعني الاثنين مع بعض لا مرفوض أيوة. عدم وقوعهم معا اللي هو يعتبر عدم وقوعهم معا الف و ب معا ايوه تمام كده تمام يبقى يعني كده احتمال عدم وقوع الف و ب معا احتمال وقوع احدهما فقط احدهما فقط لما نيجي نوضحها ايوه ادي فضاء العينه بتاعنا ادي الف وادي ب لا لا الف وادي ب يبقى لام الف فرق ب اتحاد ب فرق الف ايوه يديك لام الف فرق ب زائد لام ب فرق الف ويستحسن او لام الاتحاد ناقص لام التقاطع يستحسن ما احنا ما هو الف فرق ب يعني الف فقط ب فرق الف يعني ب فقط او لام الاتحاد ايوه ناقص لام ناقص لام التقاطع مظبوط دي اللي بتمثل ايه لفظيا احتمال وقوع شوف احد اهو احتمال وقوع احدهما فقط احد الحدثين فقط او احدهما دون الاخر او احتمال وقوع احدهما دون وقوع الاخر دون الاخر جميل نرجع بقى لمسألتنا في حاجة تاني اتفضل لما يجي يقول لك ايه لام الف شرطة اتحاد ب ايوه يديك لام الف شرطة زائد لام التقاطع تمام لام الف شرطة اتحاد ب يعني لام اللي عليه شرطة زائد لام التقاطع اللي هو احتمال عدم وقوع الف او وقوع ب تمام احتمال عدم وقوع الف او وقوع ب ده بالنسبه للناس اللي عايزه تحفظها بيوفر الوقت في ناس بتحب تستنتجها على راسي طبعا ما فيش مشكله يقول لك لام الاولى زي لام الثانيه ناقص لام تقاطعهم من تحفظ نرجع بقى لمسالتنا نشوف المعطيات المعطيات بقى اللي كان يديني فيها لام الف ولام ب ومعطى جديد لام الف تقاطع ب انا قلت عشان استخدم قوانين الاحتمالات لازم اعرف ثلاث حاجات لام الف ولام ب ولام التقاطع فهو مديني لام الف تمام اهو لم ألف بخمسة من عشر ولم ب بستة من عشر ما ادانيش بقى لم التقاطع بس اداني لم ألف تقاطع به شرط ألف اللي هو احتمال ألف فرق ب وقوع ب وعدم وقوع ألف لا ألف وعدم وقوع ب احتمال وقوع ألف وعدم وقوع ب يبقى لم ألف فرق ب أيوة يبقى أي فرق لام الأول ناقص لام التقاطع مظبوط لم ألف بخمسة من عشرة أيوة ناقص لام التقاطع إذن يبقى نقدر نستنتج إن لام التقاطع اتنين من عشرة جميل يبقى أنا عرفت لام ألف أهو ولام ب واستنتجت لام التقاطع واستنتجت لام التقاطع اشتغل بقى على نظافة عايز احتمال وقوع احد الحدثين على الاقل لسه موضحينها يعني لام الف اتحاد ب وقوع احد الحدثين على الاقل يعني اما الف او ب او الاثنين يبقى اما نقول بقى كده احتمال وقوع احد الحدثين على الاقل احتمال وقوع احد الحدثين على الاقل على الاقل يعني يديك لام الف اتحاد ب واحنا لسه موضحين لام الف اتحاد ب يديك لام الاول زائد لام الثاني زائد لام الثاني ناقص لام التقاطع لام الاول عندنا بخمسة من عشرة اللي هو لام الف زائد لام ب بستة من عشرة ناقص لام التقاطع باتنين من عشرة هيطلع في الاخر بكام بتمانية من عشرة ولا تسعة من عشرة
يبقى علامة التقاطع بكام؟ 9/10. ب 9/10. مظبوط. عايز كمان احتمال وقوع احد الحدثين على الاكثر، برضو اتفقنا عليها. احتمال احتمال وقوع احد الحدثين على الاكثر، احتمال وقوع احد الحدثين على الاكثر، على الاكثر، يعني الاثنين مع بعض. لا، لام التقاطع كل شرط. يبقى على الاكثر مكملة التقاطع، ايوه، على الاقل الاتحاد. شوف، على الاكثر مكملة مكملة التقاطع، التقاطع على الاقل على الاقل الاتحاد. الاتحاد. واحنا عارفين ان اي حاجة عليها شرطة واحد ناقص الحدث. ايوه، اي حاجة عليها شرطة تبقى واحد ناقص اللي جوه ده. يبقى واحد ناقص 2/10 يطلع ب 8/10. ثالثا واخيرا، احتمال وقوع احد الحدثين فقط، احد الحدثين فقط. احتمال وقوع احد الحدثين فقط، فقط، لام الاتحاد ناقص يعني لام التقاطع. الاتحاد ناقص لام التقاطع. لام الاتحاد كنا جايبينها 9/10 ناقص 2/10 يطلع ب 7/10. تمام. ده سؤال عليه 4 درجات يا استاذ محمد. يبقى السؤال كله عليه 9 درجات، 5 درجات. اكمل واربعه مساله. ايوه، اللي جاي بقى ده اختياري، سؤالين من ثلاثه، وكل سؤال منهم فقرتين مسالتين، كل مساله 4 درجات. نبدا بقى في السؤال الثاني. مديني جدول على المتغير العشوائي المتقطع اسمه جدول التوزيع الاحتمالي، وبيقول اذا كان س متغيرا عشوائيا متقطعا، وده جدول في كل الامتحانات بنشوفه مع تغييرات بسيطه هنلفت نظركم ليها دلوقتي، بس نقرا المساله اللي ظهرت معانا، اللي بتقول ان هناك متغيرا عشوائيا متقطعا س توزيعه الاحتمالي كالاتي، جدول افقي، خانتين، الخانه الاولى 0 1 2 3، وزي ما احنا شايفين الثانيه 35/104 و15/101، وكالمعتاد طالب المتوسط والانحراف المعياري، وممكن ازود كمان معامل الاختلاف. معامل الاختلاف ممكن ازود معامل الاختلاف. تمام. انا لا طريقتين المسألة دي في الحل. في ناس بتعملها بالطريقه الافقيه، تضرب اصل المتوسط عباره عن مج سر في ده سر. يقصد ان في ناس ما تحبش تاخد الجدول تقلبه يعني. وما فيش اعتراض على كده، ولا انه سهل ان انا اخد الجدول اقلبه وازود خانتين. لا، هو الجدول اقلبه اسهل. تمام. يبقى نعمل الجدول اهو، نقلب الجدول، الجدول الافقي ده نعمله رأس اهو بالراحه كده اهو. ادي الافقي بقى راس كده. ادي سر اللي هو عندنا كام؟ صفر، واحد واثنين وثلاثة. واحد واثنين وثلاثة. سين دال سر 35، دال سر 35 أربعة من 100، 4/10 15 1، 15 من 100، 1/10. ده ما عملناش حاجة، الجدول الأفقي عملناه رأس. الخالة التانية اللي هي التالتة دي بقى بضرب سر ر في دال سر ر اهو، س ر في دال سر ر، يعني هزود خانتين. ادي صفر، 4/10، 3/10، 3/10 وثلاثة من عشر. الخالة الرابعة سر تربيع في دال سر، يعني الاولى في الثالثه، الاولى في الثالثه، صفر، 1/4 ب 4/10، 6/10 و9/10 و9/10. نجمع الخانه الثالثه اهو، هجمع الخانه الثالثه، ده هتطلع واحد بواحد، ودي هتطلع بواحد وتسعة من عشرة. خلصت المسألة. طلباته بقى، طلباته عاوز تجيب المتوسط، هو الواحد اللي هو المتوسط اللي هو ميو مج سر في دال سر اللي هو الخانة التالتة، تطلع بكام؟ يبقى اذا معنى كده ان ميو بتساوي واحد اللي هو المتوسط. بينما نيجي عاوز اجيب الانحراف المعادل، لازم الاول اجيب التباين. ايوه، التباين القانون بتاعنا مج
سره تربيع، في دال سره ناقص الميو تربيع، يعني مجموع الخانة الأخيرة ناقص مربع أيوة الميو. بالظبط كده، هيساوي أهو 1.9 ناقص 1 الكل تربيع، بس تطلع ب9. نحطها تحت الجسر. نيجي بقى الانحراف المعياري اللي هو سيجما. سيجما الانحراف المعياري جذر التباين 9 يطلع 95%. هيطلع تقريبا 95%. لو زود وطلب معامل الاختلاف معامل الاختلاف اهو، معامل الاختلاف سيجما على ميو في مية. الاختلاف سيجما على ميو في مية. الناتج لما يطلع نكتب جنبيه في المية. يبقى دي 95%. ايوه. على 1 في كام؟ في 100. هيطلع 95%. تمام. على طول. جميل. ده معامل الاختلاف. وده سؤال مضمون في اي امتحان لازم هنشوفه. التغييرات اللي بتحدث في السؤال ده اللي هنشوفها طبعا يمكن في الامتحان اللي جاي او في الجزء الثاني من الحلقه. استاذن حضرتك استاذ شعبان، ايه اللي ممكن يتغير في السؤال بما انه مضمون يعني؟ اللي ممكن يتغير في الجدول ان هو مثلا يديك مجهول تحت. يعني مثلا يروح عامل لك كده نفس الجدول ده كده اهو، بس تلفت بس نظرنا استاذ شعبان، لو مجهول تحت نعمل ايه شفوي كده، ومجهول فوق نعمل ايه، ولو يعني مفيش مثلا جدول ادي ما هو مثلا كده، ايوه ادي سره وده سره، ايوه ادي صفر ادي 1 ادي 2 ادي 3. جميل. هنا 35%. الف 15%، 1. تمام. عاوز اجيب قيمه الف. مجموع الاحتمالات دي بواحد، مجموع الارقام اللي في الخانه اللي تحت يعني مجموع الاحتمالات بواحد. 35% زائد الف زائد 15 زائد 1. جبت الالف يطلع بواحد، هتطلع الالف باربعه من عشر. جميل. هنفترض جدلا انه مديني المجهول ده فوق، فوق هيساعدني بايه؟ لازم يديني المتوسط. ما ينفعش يديني مجهول فوق ويسيبني كده. لازم يقول لي علما بان الميو واحد مثلا. نفس طيب. المساله تيجي نعمل تجربه يعني مثلا اهو. طب استنى في حاجه تانية. اتفضل. افرض جه قال لك عاوز احتمال سين تساوي 1 اكبر من او تساوي 1. ايوه. لو قال لك احتمال سين اكبر مساوي للواحد، نجيب مجموع الاحتمالات اللي اكبر لو احتمال يعني للواحد بتاع الواحد والاثنين والثلاث نجمعهم لك. يعني 4 زائد 15%. أيوة. زائد 1. مظبوط. تمام. الاستاذ محمد بيقول اكبر إيه؟ بس اكبر بس من واحد. لا ما ناخدش ال 4 وهاخد الاثنين والثلاث، صوره الاثنين وصوره الثلاث. تمام كده. تمام. لو جه قال لك في نفس المساله عامل لك كده اهو، ده سره وده سره، ادي صفر ادي 1 ادي الف ادي 3. ايوه. 35%، 4، 15%، 1. وقال لك ميو بواحد. ميو ده عباره عن ايه؟ صفر في 15% في 35%. ميو ده هو اصلا مجموع حواصل الضرب. سره في ده سره اللي هو مجلس الرقعه، زائد 1 في 4 زائد الف في 15%. ايوه. زائد 3 في 1. ايه الكلام ده؟ بكام؟ بواحد. واروح مطلع على اساس ان هو ميو بواحد، ممكن يوم بتطلع باتنين، ممكن يوم بتلاته. تمام. اخر حاجه بقى لو مفيش جدول اصلا برضو نعمل ايه؟ لا يروح مديك الداله بقى زي اللي احنا كنا عملناها في الاول، مثلا متغيرا عشوائيا دالته، الداله بتاعته د س بيساوي س زائد 1/3 حيث س مثلا، يعني حيث س تساوي 2 و3 و4. نخلق احنا الجدول. ندور عن س هو جدول مش س وصورها، السينات مديها لي، ونعمل الخانه اللي تحت الصوره. تمام ان شاء الله. ننتقل الى الفقره الثانيه والاخيره من السؤال الثاني. بالمناسبة يا استاذ شعبان، احنا لو خلصنا الفقرة الثانية كده يبقى ما فاضلش في الامتحان غير السؤال الثالث والاخير. انا هنقي واحد من الاثنين اللي فاضلين. طيب المرة دي مديني مسألة لا يمكن يخلو منها اي امتحان الحقيقة، على معامل ارتباط الرتب لسبيرمان. جدول ظهر معانا اهو
في خانتين س وص. الخانه الاولى مجموعه من الارقام 2 و7 و9 و12 و3 و6 تحت 5 و7 و9 زي ما احنا شايفين يعني و8 و11 و19. المطلوب معامل ارتباط الرتب بين س وص. احنا بس نخلي بالنا استاذ شعبان من حاجه، انه ربما مساله زي كده الطالب بيشوفها فيها ارقام مش تقديرات جيد وجيد جدا، فيتسرع ما يقراش المساله كويس ويحلها ببيرسون ويطلع ناقص بس ما ياخدش الدرجه. لا ده هو عاوز يجيب الرتب، فهو بمزاجه هو طلب معامل ارتباط الرتب. يبقى نرتبهم بقى. بنيجي نعمل الجدول بتاعنا. ادي س القيم بتاعتها 2 و7 و7 9 12 9 12 3 6 3 6 ص ص 5 7 9 5 7 9 8 11 19 8 11 19 العمليه بسيطه جدا. برتب قيم س اما ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي. جميل. إذا رتبت س ترتيب تصاعدي عن المصغر للكبير يبقى الصاد إجباري بين الصغر للكبير برضه. فأنا هقول له رتب، يعني أنا براحتي وأنا برتب تصاعدي أو تنازلي، لكن لو رتبت س حاجة منهم يبقى الصاد زيها. هرتب مثلا المصغر للكبير يبقى ده 1 3 2 6 3 7 4 9 5 وده 6. تمام كده؟ أيوة. نيجي بعد كده رتب صاد. رتب صاد. ادي رتب صاد. برضو من السؤال الكبير. 5 1 بعد كده 7 2 8 3 اللي حابب يرتبها في ورقه الاسئله اسهل ماشي. 3 9 4 11 5 ده 6. تمام. بجيب فيه اللي هي الفرق بين رتب س ورتب ص. تمام. يبقى 0 2 1 3 سالب 3 سالب 3. بعد كده عايز اتاكد ان الرتب دي صح، اجمعهم هتلاقيهم بصفر، يطلع بصفر اهو. لو جمعت دول اهو صفر. اخر خانه بقى عندنا فرق رتب تربيع. فيه تربيع. اربع قيم فيه اهو. ادي فيه تربيع. عندنا صفر أربعة واحد تسعة تسعة تسعة. المجموع بتاعنا هيطلع 32. تمام. القانون بقى بتاعنا بيقول لك ايه بقى؟ ان ر واحد اللي بيتنسي ناقص ستة مج فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد. على فكره القوانين يا استاذ محمد بيبقى عليها درجه. ده في ناس ايام حتى لما كانت الاحصاء بدرجات يعني كانت ماده مهمه، رغم شطارتهم يا استاذ شعبان الا انه كان يتلخبط في حاجه في منتهى البساطه تزعل قوي الواحد. كان بيزعل انه يبقى حافظ القانون 1 ناقص 6 مج فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1 ويكتبه 1 ناقص 6 مج فيه تربيع على. لا فانا الواحد بدات واحد. احفظ بقى القانون ازاي واحفظه من القانون ازاي. واحد ناقص افتح قوس. ممكن هي كده واحد ناقص افتح قوس جواه بقى اكتب اللي انت عايزه. لان مهم قوي رغم ان احنا كبار على الكلام ده نعرف انه فرق كبير بين واحد ناقص اتنين على خمسة وواحد ناقص اتنين على خمسة. لا دي حديد رغم ان هم شبه كده شبه بعض. الواحد ناقص الخمسين قيمتها بثلاثة على خمسة. لكن واحد ناقص اتنين على خمسة بناقص خمس. رغم ان الاتنين واحد ناقص اتنين. اتفضل. يبقى واحد ناقص ستة في 32 على ستة في 36 ناقص واحد. هيطلع الجواب في الاخر كله 86 من الف. من الف. تمام كده. ده معامل ارتباط الرتب لسبيرمان. وبرضه يبقى في مسألة تانية هتيجي. على بيرسون بقى هي اللي وراها على طول الفقرة الاولى من السؤال الثالث والاخير في الامتحان.
الحقيقه المره دي مش مديني جدول، لكن مديني اللي احنا عايزينه جاهز، مجسين ومجصاد، وهتظهر معانا اهي. وبيقول اذا كان مجسين بيساوي 50 ومجصاد بيساوي 60 ونون ب10 ومجسين تربيع ب310 ومجصاد تربيع ب498 ومجسين صاد ب361. اوجد قيمه معامل ارتباط الخطي لبيرسون بين س وصاد، واوجد معادله خط انحدار صاد على س. مفيش معادلة. امتحان الحقيقه ابدا بيخلو من واحده زي دي. ان شاء الله ان شاء الله. دلوقتي انا عندي عاوز معامل ارتباط ربما يبقى واحده زي دي كده بالظبط، او الجدول وانا اطلع منه مجد. اما برضه هجيب لهم برضه في ممكن يبقى فيها جدول. طيب هو مديك البيانات بدل انت ما تجمع بالاله ريح ريح. معامل الارتباط الخطي لبيرسون غير سبيرمان. بيرسون هيبقى عندنا ر بتساوي اهو قانون نون مج سين صاد ناقص افكك دي مج سين في مج صاد. يعني سهل على فكره، سهل حفظه. اللي هو القانون ده طبعا. نون مج سين صاد ناقص مج سين في مج صاد، افكك دي مج سين في مج صاد، وتحت جذرين شبه بعض، واحد سينات والثاني صادات. نون مج سين تربيع ناقص مج سين الكل ناقص مج سين الكل تربيع، والثاني زيه بس صادات. نون مج صاد تربيع ناقص مج صاد الكل تربيع. ما هو حل المساله كله سواء دي او سبيرمان هو القانون، مش هو القانون بس. تمام. هيساوي نون عندنا ب10 مج س ص مدهاني 361 ناقص مج س ب 50 مج ص 60 على جذر 10 مج س تربيع 310 ناقص. على فكره في فرق بين مج س تربيع ومج س الكل تربيع. مج س الكل تربيع يعني اجيب مج س وربع، مج س اهو 50 الكل تربيع. عملتها بلون تاني اهو. جذر نون ب 10 مج ص تربيع، مج ص تربيع 498 ناقص مج صاد الكل تربيع يعني 60 تربيع. 60 الكل تربيع. جميل. في بعض طلبه بتحسبها، بتحسب البسط لوحده وكل جذر، او ممكن اعملها الاله الحديثه دلوقتي والله بتطلع الناتج بتاعها اصلا. انا اكتب القانون والارقام والاله تطلع الناتج، بتطلع الناتج. هيطلع الناتج 67 من 100. على فكره نوعه ارتباط طردي. موجب يبقى طردي، سالب يبقى عكسي. يقول لك وحد بدرجته قانونه بطل يقول درجته، لا نوعه بس. يبقى موجب يبقى طردي، سالب يبقى عكسي. طيب عايز كمان معادله خط انحدار صاد على س. طيب معادله خط انحدار صاد على س نكتبها الاول اهو. معادله خط انحدار صاد على س هي ص تساوي ألف س زائد ب. أيوة. عشان أجيب المعادلة لازم أعرف ألف وب وأعرف ب. فأنا عندي ألف بتساوي جزء من قانون بيرسون، البسط بتاع بيرسون هو نون مج س ص ناقص مج س في مج ص. انا بيرسون فيه جذرين تحت، واحد في سينات واحد من ابو صادات. هنا بقى الف ده بتاع س. انت عايز معادله خط انحدار صاد على ايه؟ على س. يبقى انزل بالجزء بتاع السينات من غير جذر. انون مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع. تمام. نعوض نون ب10 مج س ص ب 361 مج س في مج ص ب 50 في 60 على نون 10 مج س تربيع ب 310 ناقص 50 الكل تربيع. هتحسب دي تطلع 61 على 60 ب. برضه لازم نحفظ القانون بتاع ب. مج ص ب انا بحفظه بطريقه ظريفه جدا من القانون نفسه.
بجيب ألف سين الناحية كأن التانية، يعني وديتها الناحية التانية. يبقى نقول له كده مد ص مج صاد ناقص ألف مج س على نون ناقص ألف مج سين على نون. على نون. تمام. عندنا مج صاد بستين ناقص ألف اللي أنا جبتها لسه جايب. واحد ولذلك لو وستين الألف دي أنا مش مراجعها كويس البيه كمان هتطلع غلط للأسف يعني. في 50 على نون بعشر هيطلع بحداشر على كام؟ 12. اتناشر. إذن المعادلة على بعض يبقى معادلة خط انحدار بقى مهم. هتبقى صاد تساوي ألف اللي أنا جبتها واحد واحد وستين على وستين ستين على ستين سين زائد 11 على 12 حداشر على اتناشر. ساعات يقول لك ايه؟ اوجد قيمة صاد عندما عندما سين سين بكذا. بكذا باستخدام معادلة خط الانحدار المناسبة. يبقى عوض عن سين بايه؟ بقيمتها. لو قال لي اوجد قيمة سين عندما صاد بتساوي كذا باستخدام معادلة خط الانحدار المناسبة يبقى تبقى لازم اجيب المناسبة سين معادلة على خط صاد. الانحدار سين على صاد مش دي. طيب لازم ناخد بالنا. هيتبقى بقى السؤال الفقرة به من السؤال الثالث اللي يعتبر هو السؤال الأخير لو احنا في امتحان على التوزيع الطبيعي الباب الثالث. بتقول إذا كانت درجات الطلاب في إحدى المدارس في مادة الرياضيات هي متغيرا أو تتبع متغيرا عشوائيا طبيعيا، وسط الحساب 42 درجة وانحراف المعياري مجهول سيجما، فإذا حصل 26 و11 من 100% من الطلاب على أكثر من 50 درجة فأوجد قيمة سيجما. دلوقتي الدرجات الطلبة هنا عبارة تتبع عن متغير طبيعي. طبيعي بس مش معياري. يبقى عندنا درجات الطلبة تعبر، أو المتغير عندنا يعبر عن درجات الطلبة اللي سين هو ولا سين. صاد؟ سين. سين أنا عندي ميو ب 42. ب 42 وسيجما مش عارفها. قاعدة التحويل صاد بتساوي سين ناقص ميو ناقص ميو على سيجما على كام؟ على سيجما. دي قاعدة التحويل. تمام. ما انا ما اعرفش استخدم الجدول يا استاذ محمد الا طبعا. اذا عرفت قاعدة التحويل. احول من غير معياري الى جدول معياري. المساحات اسفل المنحنى الطبيعي المعياري اللي هيديه فاذا لنا السؤال حصل الاساسي بيديك النسبة المئوية. نحولها احنا الاحتمال. اروح اقسم على 100. تمام. والعكس لو انت عندك الاحتمال وعاوز اجيب النسبة المئوية اضرب في يعني 100. مثلا في احتمال علامة 6 5 4 2 مثلا يعني الاحتمال كده علامة كده كده مثلا 6 5 4 2 ستة 5 خمسة أربعة 4 اتنين 2 يبقى النسبة المئوية كأنها 65 و42 من 100%. تمام. والعكس صحيح. فاحنا عندنا النسبة المئوية، فهو عاوز احتمال الطلبة تاخد على أكتر، تاخد درجة أكتر من أكبر من 50. يبقى عاوز احتمال نكون س أكبر من 50. أكبر من 50. الاحتمال بتاعنا عبارة عن 2 6 1 1. تمام. يبقى احول الغير معياري الى إلى معياري. معياري. يبقى لام بتساوي لام صاد اكبر من 50 50 ناقص 42 على على سيجما 6 ستة اتنين. يبقى احتمال صاد اكبر من 8 على سيجما هفرض ان 8 على سيجما دي اسمها ايه؟ او اسمها الف. يبقى لام صاد اكبر من ايه؟ لو انا عرفت ايه بقى انت عرفت سيجما. واجي ارسم الجدول واحب ارسم الرسمه بتاعتنا اهو. ادي ده متماثل المتغير الطبيعي المعياري ميو بتاعته بصفر يبقى متماثل بالنسبه لمحور الصادات. تمام كده؟ تمام. طيب انا عندي ايه؟ المساحة بتاعتي أقل من واحد يبقى لابد يقفل المكان ده طبعا ويبقى المساحة بتاعت المظللة دي أيوة. المساحة دي عبارة عن 5 من 10 للمساحة من أول صفر لما لا نهاية بخمسة من نص. عشرة اللي على اليمين نص واللي على الشمال نص ناقص المساحة من صفر ليه واحد واحد ستة اتنين صفر يبقى 5 من 10 ناقص واحد واحد ستة اتنين بتساوي احتمال ان صاد اكبر من الصفر واصغر من الياء. تمام. اطرح هيبقى كام؟ 9 8 3 2. نبحث في الجدول بتاعنا واحنا عارفين الكلام ده طول السنة. ايوه. هيطلع ان ياء بتساوي
في جدول المساحات اللي هيديه لنا في ورقة الأسئلة. موجود في ورقة الأسئلة. ي بتساوي 64%. هندور على ايه جوه؟ على 23.89، او لو ما لقيتهاش دورت وما لقيتهاش وده وارد، ندور على اقرب رقم اقرب ليه. ليها. لقيتها متكرره اكتر من مره هاخد اي واحد فيهم. يبقى عندنا بقى عوض عن ايه، يبقى 8 على سيجما ب64%. تمام، يبقى سيجما بتساوي 8 على 64%، هتساوي تطلع في الاخر بكام؟ ب12.5. برضه مسألة من المسائل اللي بنشوفها دايما في الامتحان، الامتحان. واحنا رغم ان فاضل على الوقت الحلقة بتاعتنا للأسف حوالي 5 دقائق، انا بس محتاج قبل ما انقل حتى للفقرة الاولى من السؤال الاخير اللي هو اصلا اختياري، اسأل حضرتك لو الاحتمال اللي انت ممكن استأذنك في الورقة دي، الاحتمال اللي احنا كنا كاتبينه من شوية ده كان 2-6 بعد العلامة، اهو هيظهر معانا، كان علامة 26-11، وبناء عليه العلامة 2-6-11 بناء عليه اخدنا قيمة الايه ناحية اليمين في الاتجاه المضر قصدك لمحور قصدك السينات. لا لو قصدك افترض ان جدلا، العدد ده اكبر من النص. لو افترضنا بالمره بقى يعني طالما رسمناه، لو هذه القيمه بتاعت الاحتمال اللي في السطر الاول ما بقتش 26 11، لا لا كانت مثلا 66 13. ايوه، يبقى يقفل ايه في الجزء ليه السالب، ليه بقى؟ عشان دي نص زائد. عشان مساحه المنطقه اللي استاذنك بس رسم معانا هنا استفيد. ايوه اتفضل يا فندم. يعني الاستاذ محمد يقصد ايوه ان صاد اكبر من ايه ايوه طلعت بكده ايوه بس عليك 6-6-11 مثلا. ايوه لما اجي ارسم المساحه ديت لازم افكر. لو ما ايه احتمال موجب واحتمال هي بيني سالب. وبينك يا استاذ، اسمح لي يعني لو هتجاوز، هي يا ابيض يا اسود، يعني هي يا اما يمين يا اما شمال، في حاجه غير كده؟ لا، ما اليه دي اما نفعت موجبه او سالبه. يا نفعت يمين يا مش نفعت يمين، يبقى تنفع ايه؟ ما نفعتش يمين تنفع ايه؟ شمال. شمال. حضرتك لو جربتها وسالت نفسك مساحه المنطقه اللي اكبر منها، يصح المنطقة الصغيرة دي تكون ب 66 من 100؟ لا مش معقولة. إذا كانت المنطقة من صفر لما لا نهاية زي ما حضرتك ده قلت بنص. بنص. اتفضل. يبقى لابد ايه سالبة. ويطلع المساحة دي. مش حافظها، مش بالحفظ. لا انا هنفكر يا برسم. كده يا كده. تمام. يا اما ايه موجبة او ايه سالبة. احنا ما حتى كانتش كمان موجبة يبقى سالبة. لما خدنا الدرس واحنا شرحناه أيوه. عملناه بالطريقة دي. تمام. رسمنا رسمتين. أيوه. وخدنا الرسمة اللي بتنفعنا. أنا بس عشان إحنا دلوقتي مش في وقت إن إحنا نقعد نحفظ الكلام ده، مش لا هينفع لا. يتحفظ. فهي بالفهم يا كده يا كده. بس. هتيجي معانا تاني في الامتحان اللي جاي، بس نلحق بقى في اخر 3 4 دقايق ناخد مساله المتغير العشوائي المتصل. دي مهمة. فهتظهر معانا اهي برضو، لا يخلو منها اطلاقا اي امتحان اللي جاي دي. اذا كان س متغيرا عشوائيا متصلا داله كثافه الاحتمال له هي، مديني داله معرفه بقاعدتين اهي، سدس في 2 س ناقص 1 حيث س محصوره بين 1 و3 وصفر فيما عدا ذلك. اوجد بقى شويه حاجات، عايز داله الواحد وداله الثلاثه. تعال لا نشوف هنعمل ايه. حقق ان اثبت دال انها دالة كثافة احتمال واوجد شوية، احنا ممكن نجيب احتمالات اللي احنا عايزينها بقى. بس اتفضل. هنا بقى عشان اثبت دي دالة احتمال، يعني المساحة من واحد لازم تطلع بكام؟ بواحد. فأنا هجيب دال واحد. هيبقى سدس في 2 ناقص 1 يطلع بواحد على 6. واجيب دال 3. سدس في 6 ناقص 1 بيساوي 5 على 6. أنا عارف إن حضرتك بتحلها كده من زمان، لكن اللي متعود أو اتعود أو يرسم حابب يرسم أهلا وسهلا. ادي احتمال سين اكبر من او تساوي 1 واصغر من 3، اقول له نص. تمام. دال 1 زائد دال 3 في الفرق بينهم. ادي نص. دال 1 بواحد على 6، دال 3 ب5 على 6، في الفرق بينهم ب2. دي راحت مع ديت، يبقى 6 على 6 تطلع بواحد. لو ما طلعتش بواحد يبقى احنا في غلط. لازم مجموع الاحتمالات تطلع بواحد. طب هو عاوز كمان ايه؟ احتمال. ده هو كده حضرتك كانك اعتبرت بيقول لي اثبت ان هذه الداله داله كثافه كثافه احتمال. احتمال. اثبت ازاي؟ اجيب له مجموع الاحتمالات يطلع بواحد. بواحد. جواها بقى يجيب احتمالات جزئيه، مساحه منطقه من كذا لكذا. هو بقى مديله هنا ايه؟ هو هنا الحقيقه عايز مساحه منطقه مثلا من 1 ل 3. من لا دي خلاص، صفر من 0 لاثنين. ل 2. من 0 لاثنين. انا عندي المدى هنا من كام؟ من من 1 1 ل 3. ل 3. يبقى معنى كده يبقى عاوز احتمال س من 1 ل 2. لان ما فيش حاجه اسمها من 0 ل 2، انا الحدود بتاعتي من 1 الى 3. عشان غير كده يبقى خدت الداله بصفر. كانه بالظبط عايز من 1 ل 2. يبقى عندنا دي بتساوي نص دال 1 زائد دال 2 في الفرق بينهم. يبقى نص دال 1 عندنا جبناها بسدس. دال 2 يطلع ب3 على 6. والفرق بينهم بواحد. في 1. يبقى نص في 4 على 6 في 1
يطلع بواحد على كام؟ ثلاثة. تمام. نفس الكلام ده لو طلب مني لام سين اكبر من او تساوي اتنين، فانا هعتبرها لام سين اكبر من من او تساوي الاثنين، لانها بالظبط من اتنين لتلاتة. من اتنين لتلاتة، يبقى سين اكبر من الاثنين واصغر من التلاتة. في اخر دقيقة ونص بقى اخر مسألة، يبقى خلصنا الامتحان كله على المتغير العشوائي الطبيعي اللي متوسطه ميو ودي مسألة كويسة وانحرافه سيجما. بيقول اذا كان سين متغيرا عشوائيا طبيعيا وسط الحساب ميو وانحرافه سيجما، فاوجد لام سين محصورة بين ميو ناقص ربع سيجما وميو زائد نص سيجما. انا عندي هنا قاعدة التحويل عارفينها، صاد اهو، صاد بتساوي سين ناقص ميو على سيجما. هو عاوز يجيب احتمال ايه؟ سين اكبر من ميو ناقص ربع سيجما واصغر من ميو زائد نص سيجما، زائد نص سيجما. اقول له يساوي مكان سين اكتب صاد اهو في النص. اللي حول سين لصاد كده اتحولت بقدره قادر ولا ليها قانون؟ ما القانون هو صاد بتساوي سين ناقص ميو على سيجما. فمادام طبقت القانون في النص اطبقه يمين واطبقه شمال. اهو يبقى ميو ناقص ربع سيجما ناقص ميو على سيجما، وميو زائد نص سيجما ناقص ميو على سيجما على سيجما، هتطلع صاد اكبر من سالب 25%. الناحية التانية نص والتانية 5/10. نيجي نرسم المساحة دي اهي، ادي الصفر، ادي سالب 25% و5/10. عاوز المساحة المحصورة بينهم. يبقى مجموع مساحة، يبقى مجموع المساحة ديت اهو. يبقى اقول له احتمال صاد اكبر من اساس صفر او اكبر من صفر واصغر من 5/10، زائد احتمال من صفر صاد من صفر 25%. يعني يديني علامة 19 15 1 9 1 5 وبعدين 0 9 8 7 علامة 0 9 8 7 0 9 9 8 7 8 فيطلع مجموعهم علامة 29 0 2 0 2 بس. هو في فقرة تانية زيها برضو ممكن نلحق كده في نص دقيقة، في نص دقيقة. لام سين ناقص ميو، سين ناقص ميو محصورة بين ناقص 2 سيجما وسيجما وسيجما. لا طريقتين. ممكن اقسم الطرفين على ايه؟ على سيجما. عشان تبقى جاهزة سين ناقص ميو على سيجما. هيبقى سالب 2 وسين ناقص ميو على سيجما وواحد، يبقى هي نفسها صاد اكبر من سالب واحد واصغر من واحد. تمام على طول. ارسم لها برضو يعني انا تعاملت معاها لاني لاحظت ان المنطقه اللي في النص دي سين ناقص ميو، فعايزه تحت سيجما فقسمت على سيجما والناحيه الثانيه، وهتطلع بقى المساحه اهو سالب 2 و1. يبقى المساحه دي، يبقى المساحه من 1 ل2 زائد المساحه من 0 ل2، ده بيطلع 3 4 1 3 زائد 4 7 7 2، هيطلع 6 8 1 8. تمام كده؟ تمام. احنا عرفنا المبدأ اللي هنشتغل بيه، ان انا اضبط الثلاث مناطق، المنطقة اللي في النص واليمين والشمال زيها، باستخدام القانون ص تساوي س ناقص ميو على سيجما. الحقيقة احنا عدينا على معظم اجزاء المنهج، الخمس ابواب المقررين، وانا شايف ان الموضوع الاحصاء في منتهى البساطة، مش محتاج من الطالب اي مجهود او وقت. لكن في النهاية وكالمعتاد استاذ شعبان اسمح لي نشكرك شكرا جزيلا على مجهودك الرائع معانا. كمان بنشكر كل اصدقائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وتفوق. عندنا حلقة مراجعة تانية للإحصاء إن شاء الله انتظروها، وإلى أن نلتقي لكم منا أطيب التمنيات.